معلش بقى، هو برضو عبد الفتاح السيسي بس 2024 بيقول ايه؟ بيقول يا جماعة ان القضية الفلسطينية في وجدان كل المصريين، صح؟ دي حقيقة ثابتة. اي والله، تعالوا اسمعوا كده وهو بيقول الكلام ده، لان تقريبا دكتور عطوان عنده تعليق على القصة دي، نشوف مع بعض. القضية الفلسطينية قضية محورية في وجدان كل الناس، واحنا بنقول دولة فلسطينية جنبا الى جنب مع الدولة الإسرائيلية، حماية للمواطن الإسرائيلي وحماية للمواطن الفلسطيني. هنا مهم قوي نقول ان الكلام ده بيتقال دلوقتي لان ده موقفنا الثابت اللي دايما بنأكد عليه، لان زي ما بقول هي قضية عادلة والمجتمع الدولي بالكامل عارف ده وبيعترف بيه، لكن المهم ان اعترافنا ومعرفتنا يتحول الى عمل من اجل تحقيق هذا الامر. احنا في المرحله اللي احنا موجودين فيها ديت بنسعى هي وبس. بتساءل هل من ثوابتنا كمصريين وكشعب مصري ان امن المواطن الاسرائيلي زي امن المواطن الفلسطيني؟ سبت الكلام الحلو برضه وراح تشبك في لا بس خلينا بس الاول، هل من ثوابتك انت كمصري او انا كمصري ان احنا بنقوم من ثوابتنا على حماية أمن المواطن الإسرائيلي زيه زي المواطن الفلسطيني؟ لا لا طبعا، أنا من ثوابتي حماية أمن المواطن الفلسطيني والمواطن المصري والمواطن العربي ضد العدو الصهيوني يعني اللي هو الإسرائيلي. مش من ثوابتنا أنا وإنت وكل المصريين وكل الأمة العربية وكل العالم باعتراف الأمم المتحدة أن المواطن الإسرائيلي ده محتل طبعًا ومغتصب طبعا، وهو قال الكلام ومستولي على أرضه وليست من حقه؟ اصل النهارده في كلام بيتمرر كده، ايه انت بتقول لي فلاتر؟ فين فلاتر يا عم؟ لا الفلاتر بقول لك من الثوابت. لا كانت في 2014 حضرتك. بقول لك من الثوابت. لا مش من الثوابت اطلاقا. بعدين الكلمه اللي بتنقال، الكلمه اللي بنغزلها كده، الكلمه الجميله دي، اصل القضايا الفلسطينيه في وجدان المصريين. ايوه في وجدان المصريين، فاين هي في ظاهر اعمال واقوال قيادته؟ سيدنا النبي قال والايمان ما وقر الايمان ما وقر في القلب وصدقه العمل، صح؟ وقر فين؟ في القلب، في الوجدان يعني، صح؟ صدقه ايه؟ العمل. طيب شغل. الله يكرمك. طب تعالى بقى نشوف بقى هل ده صدقه العمل. ايه ده، انت خليتني اقول الحديث، انت بتغرزني معاك. انت بتوديني معاك. لا ما هو يا عم الحاج راجل بيقول كلام حلو. طيب جميل جميل رائع. خلاص النهارده بيتقال ان القضايا الفلسطينيه في وجدان كل ما صحيح، صح؟ طيب انت بقى كقياده بتعبر عن المصريين، المفروض انت قياده مصريه، ماذا فعلت؟ القضيه الفلسطينيه في قلبك انت الاخر؟ طبعا بقى ده مصري طبعا. يبقى اعمالك توضح حضرتك ان ده في وجدانك وفي قلبك، يبقى اكيد بالتبعيه شيء كان ضروري وهام ان اول ما لقى اخويا في غزه بيحاصر هنزل الشباب يرفعوا علم فلسطين وعمل كده افك الحصار، قال للناس انزلوا ادعموا فلسطين. يا سيدي انا النهارده انا اقرب واحد ليه اخويا اهو، جاري ادخله اكله شربه دواء، والعدو اللي بيقتله اللي اكف ايده عنه ده قلب به، يعني اسيب اهلي واهل بيتي اللي هم زعلانين يزعلوا يا اخي، يعبروا عن زعلهم عن غضبهم. ما هو قال لهم انزلوا ارفعوا علم فلسطين. لا ما نزل امبارح الشباب والبنات اتاخدوا على طول على البوكس، ما قبل كده نزلوا برضه اعتقلوا قبل كده، يعني قال لهم انزلوا عمل لهم كمين. فدي حقيقة اصل كلام الشعارات اللي بنقال اصل القضية الفلسطينية في وجدان كل المصريين. ايوه طبعا الشعب المصري القضية الفلسطينية بالنسبة لنا قضية رئيسية مركزية في نفوس المصريين، واحنا من 48 لحد النهاردة مصر هي بتقود القاطرة العربية في وجه المحتل الاسرائيلي البغيض. مصر من 48 وجيشنا موجود فعلا في فلسطين، واحنا لحد 73 قضية أساسية. يا عم ده أمنك القومي يا عم، بلاش يا عم أقول لك إن أنت علشان ده حق عربي أصيل، أقول لك ده حق الأمن القومي المصري. أمنك المصري القومي بيبدأش من حدودك مع غزة، أنت فاهم غلط. أمنك القومي يبدأ هناك من أقصى نقطة من الشام العراق، من أقصى نقطة لازم تحافظ حضرتك. ده احنا طول التاريخ بيعلمنا لما جه التتار والمغول، اول ما جونا حضرتك جونا من على الساحل الشمالي كده واستعمروا مصر احتلوا مصر، انت ابنك امنك المصري
يبدا بالحفاظ على العراق وعلى سوريا وعلى لبنان وعلى فلسطين. انما النهارده اقف مكتوف في الايدي من سنه واهلنا بيدكوا يموتوا، ونطلع بقى نقترح عليهم ما تودوا الناس دي صحراء النقب لحد ما تخلصوا على المقاومين اللي هم ارهابيين وترجعوهم تاني. والرئيس المكسيكي الرئيس بايدن يقول لك الرئيس المكسيكي مرتين اتنين قعدت اقنعه يدخل اكل لهم، والله هو اقنعته وما كانش عايز يدخل لهم اكل. ثم بعد كده يتم انتهاك حدودك ودخول محور صلاح الدين وانت واقف ساكت، لم تتقدم لمجلس الامن حتى بطلب لانتهاك اتفاقيه معاك. 2005 نفس القصه، يتم اغلاق معبر رفح وهدم نجم فلسطيني على يد العدو الاسرائيلي وانت لم تتقدم. فين الوجدان؟ فينا الأقوال التي تؤيد الأفعال؟ إنما خلونا لحضراتكم نروح للمنظر امبارح لما نزل 10-12 شاب بنت زي العسل، بنات شباب، رفع بس ده علم فلسطين وعلم لبنان اتقبض عليهم. تقول النهاردة الصبح إن إحنا مع القضية الفلسطينية والوجدان المصري مع الفلسطينيين، ده لسه الولاد في المعتقل حتى الآن، ولادنا وشبابنا دول في المعتقل حتى الآن. نتمنى أي مظاهرة في أي شارع في أي حي في أي مدينة في أي محافظة. ده أنت بتجرم رفع العلم الفلسطيني ولو حتى فتش كورة. يبقى النهارده نقعد نبيع بقى كلام وصل القضية الفلسطينية في وجدان المصريين، أيوه في وجدان المصريين. فأين هي من أفعال قادة المصريين وحكام المصريين في هذه الفترة الحالية؟ للأسف صفر. طيب يلا يا جماعة ردوا لنا بقى الناس وهي رافعة علم فلسطين وبتستجيب لنداءات السيد الرئيس. ما اعتقله خلاص، اعتقله خلاص. ما يا نهار اسود، يا نهار اسود، كل ده علشان الشركة دي يا بيسلموا بنات. ايه ده؟ بيسلموا بنات، بنات في وجدان المصريين بقى ولا مش في وجدان المصريين؟ اهو الشرطة المصرية نزلت تقبض على الشباب اللي رفعوا علم فلسطين اللي هي في وجدان المصريين، ولما رفعوا علم لبنان قبضوا عليهم. قلت لكم الفيديو ده مهم جدا وتوثيق غايه في الاهميه. ليه بقى؟ لان اللي جاي ده يزعلنا كلنا قوي ويكشف عوار هذا النظام ويكشف التضييق الامني والقبضه الامنيه على شباب مصر، ويكشف قضية وملف غاية في الخطورة وملف الإخفاء القسري. كانوا بينزلوا يخطفوا الناس وأهاليهم يروحوا يدوروا عليهم. في الاسم ما عندناش، في المستشفى ما جاش، في المحافظة والله ما شفته، مديرية الأمن والله يعني أنا بص لو كان مر من قدامي كنت قلت لك. طب آخر حاجة الأمن الوطني، محدش بيقدر يوصل غير على الباب، وإذا حد رد عليك يبقى خير وبركة، ما حدش رد عليك بتلاقي نفسك جوه وما انتش عارف انت جوه ليه، فبتاخدها من قصيرها وبتمشي. يعني ما فيش معلومة، فيش أي حاجة. يا جماعة أمال عيالنا راحوا فين؟ ما نعرفش، ما شفناهمش. قلت لكم الفيديو اللي اتعرض من شوية ده غاية في الأهمية. ليه بقى؟ لأن الشرطة المصرية يا جماعة، والله العظيم، النهاردة بتنفي تماما علمها بمكان 6 أشخاص اعتقلوا من وقفة لدعم فلسطين ولبنان اللي صورتهم في الخبر قدام حضراتكم. الله يا جماعة، ما انتوا قبضتوا عليهم. يعني هل السبكي مثلا كان بيعمل مشهد في فيلم والبوكسين اللي عدوا دول دي كاركترات وشخصيات ومش ضباط شرطة، والبوكس مش بوكس، والعيال دي مش العيال دي، ومصر مش مصر، والامن مش الامن، وانا مش انا، وانتوا مش انتوا، واحنا مش موجودين كلنا. انتوا عايزين تعملوا فينا ايه بجد؟ والله الفيديو اهو
وادي البوكس، اتنين بوكس مكتوب عليهم بوليس وقفوا والناس صوروا، واحده منهم قالت يا نهار اسود ده بياخدوا العيال، ده بيخطفوا العيال، وقاموا مركبين الشباب بنات واولاد ست او سبع او ثمان اشخاص ركبوهم البوكس هم تجمعوا قدام عينيكم. النهارده بيقول لك شاهد ما شفتش حاجه، ما اعرفش ستة اشخاص مين واعتقلوا ازاي وامتى وفين. شفتوا يا جماعه اللي بيحصل؟ عشان كده بنقول مهم جدا نوثق، واهالي الناس دي اللي عايز يكلمنا ويوصل صوته ويقول ويثبت مكان ولاده فين، احنا شاشتنا مفتوحه للجميع، شاشتنا مفتوحه لكل مصري مش قادر يوصل صوته، مش قادر يوصل لاي حد، يوصل من خلالنا، من خلال الشارع المصري ومن خلال شاشه الشرق. قال لك طيب. ما شفناهمش. طيب ما هو ممكن يكون ده فعلا الشرطه ما شافتهمش. شرطه ايه؟ المهم اللي قبض عليهم دول. طب نشوف معلش يا كابتن حسين تاني الصوره بعد اذنك، اللي كان واقف ده كان واقف ده عربيه شرطه ولا عربيه ايس كريم؟ عشان بس ايوه بس استنى ده ايه؟ ده ايه؟ ايه دي؟ معلش يا حسين دي ايه ده؟ بوليس يعني اللي بيقبض عليهم بوليس؟ وعربيه شرطه دي؟ وفي بني ادمين واقفين شايفين. لا يعني وفي حد صور بموبايله. معلش هل البوليس ده ايوه الصوره دي ثبتها لي كده، هاتها لي بعد اذنك كده على الشاشه، دي بره عربيه شرطه، عربيه بوليس اهو، واهو نازل اهوت الناس كمان باللبس الميري اهو، ايوه ادي الناس باللبس الميري. اذا اللي قبض عليهم عربيه شرطه بوليس بي او ال اي سي اي شرطه، يعني ترجمه بتاعتها داخليه بوليس حضرتك. هو برضه يعني البوكسات اتطورت، البوكسات كانت زمان زرقاء دلوقتي بقت كحلي في ابيض يعني او اسود. النهارده لما تيجي الداخليه اهو بيركبوهم اهو. ايوه هنا استنى هنا وما شككونا في بيركبوهم اهو، البوكس مفتوح ولا ساعاتك ناس اهو عساكر او امناء شرطه الله اعلم او ضباط بلبس مدني ولبس ميري بيشحنوا الاولاد داخل البوكس داخل عربيه الشرطه. لما الاقي قدامك جهارا النهار لما الاقي النهار ساعتك جهارا النهار ان انت خدت الولاد قدام الناس ومسجل صوت وصوره، والنهارده الشرطه والداخليه المصريه تنفي ان احنا قبضنا عليهم. طب شوفوا بقى مين بقى بينتحل بقى. معلش يعني انا بقول لك ان كده انتحال كان بيمثل مشهد انتحال سياره شرطه وانتحال ضباط شرطه وانتحال جنود شرطه واختطاف بقى واختطاف مواطنين. ده يبقى كده بلد فوضى بقى. ده كده في ترويع اكتر ان دول بقى ما يبقوش شرطه، يبقوا دول ممثلين مثلا او نصابين او عصابه بتخطف الناس وهي راكبه عربيه شرطه. او اقول لك جايز يكون هؤلاء العصابه دي سرقت عربيه الشرطه. ممكن. طب العصابه دي كارهه قوي كده فلسطين؟ مش عارف. وكارهه ورايحين يقبضوا على العيال دول؟ ده ما ثبتهمش عشان ياخدوا فلوسهم، ده قبضوا عليهم وحطوهم في البوكس. حقيقه كلام سخيف ونفي الداخليه حقيقه شيء محزن. جماعه احنا في دوله قانون مش دوله عصابات ولا دوله يسود فيها هذا الشكل خطف مواطنين في امام اعين الناس في الشارع. نكمل حضراتكم الكلام اللي اتقال النهارده ان مصر ملهاش اجندات خفيه ونسعى للسلام والاستقرار والبناء والاستقرار. خلي بال حضراتكم عشان الكلمه تتقال كتير قوي، نحن نسعى للبناء والاستقرار. كل الدول في العالم بتسعى للبناء والاستقرار، ده جزء اساسي في التنميه والتطوير والبناء، وجزء اخر اساسي ورئيسي هو الحفاظ على امن القوم للمواطن والحفاظ على الحدود. فما فيش اصلا حضرتك تعارض بين البناء والاستقرار وبين الحفاظ على امن القوم المصري، بالعكس كلاهما واحد. حتى تستطيع البناء والاستقرار يكون عندك حفاظ على الامن القومي، الامن الداخلي للمواطن والامن القومي.